متابعينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا درتو شرح تبسيطي على كيفاش تانصالي التلفاز ديالك بوحدك، يعني لا تفورماطات ولا شي حاجه. هنا كيفاش تكونيكتي تيليكوموند، اول حاجه هي هذه في التلفازه ديال شاومي، كيفاش تكونيكتي تيليكوموند. كتغرك على البوطون اللي فيها اللوغو ديال المي والدوار اللي في الجنب، كتبقى مورك عليهم 4 ثواني كتكونيكتا التيليكوموند. ومرحبا بالجميع. هنا كيف ما كتشوفوا معايا كيعطوني اللغه، كدير اللغه اللي عجبتك انت. هنا كيعطيوك البلد اللي انت فيه كيف ما بغيت دير، ماشي مشكل. هنا راه داير ليها انا كابل ريزو، يعني ما غندخلش ليها الكود ديال الواي فاي. هاد لي زانفورماسيون كدوزهم اكسبتي، كتاكسبتي كلشي وكدوز ساهله. ما هذاك الشيء ناضي التلفازة من 32 حتى 75، يعني بحال ما هكا دي هي الخدمة ديالها، كيفاش كتانستالا من أ حتى زد. هذا هو اللي كاين الإخوان، خليوكم مع الفيديو باش تشوفوا المعلومات كاملين، وديروا معكم أبوني في القناة باش اللي الفيديو اللي درناه يوصل عندكم إن شاء الله، تشوفوا ديما الجديد. مرحبا بكم الإخوان، خليو لنا شي تعليق زوين. اللي تقدمنا عندنا التلفازة يخلي لنا شي تعليق في هذا الفيديو هذا، تحياتي لكم. هنا بالنسبة للايف تي في، إلا بغيت انستالي القنوات ديال مايسات كيف ما كتشوفوا معايا، كتورك على سات، هي هادي سات يعني ريغلاج، كتمشي البلوس كيف ما كتشوفوا معايا. طريقة ساهلة دغيا دغيا انستالي القنوات ديالك. هنا كنعزلو ساتيليت، غادي نرجعو تاني ونديرو سيت ونرجعو نفس العملية. غادي ندخلو لروشيرش كيف ما كتشوفو معايا هنايا، كتدخلو كتوركو على ساتيليت اونتين فيكس وكديرو ديماري. ديماري هنا كتخلي القنوات يدوزو كيف ما كتشوفو معايا، هاهوما يخدم العداد ديال القنوات، كيبداو يتزادو القنوات كيف ما كتشوفو معايا. هي راه كتشد تقريبا من 10 دقائق حتى 15 دقيقة باش تانستالي قنوات كاملين. هذا هو اللي كاين الاخوان، خليكم مع الفيديو، تحياتي. هنا سالات تيليشارجمون ديال القنوات، كنوركو على شين ليست كيف ما كتشوفوا معايا. هنا كيعطيونا طابلو ديال القنوات، طابلو ديال القنوات هو هذا. هنا غادي نخرجوا ا0، كنوركو على الدوار اللي حدا السهم، كتعطينا ا0 في التلفازه. هنايا كيفاش غادي نانستاليو لابليكاسيون ديال الاشتراك، هي هادي. حنا كتكون عندنا في اليو اس بي، ديجا كاينه عندنا في اليو اس بي، كنوركو ندخلو اليو اس بي. هنا كنمشيو لابليكاسيون اللي حنا بغينا نانستاليوها، كنوركو عليها، كيعطيونا لي بارامتر، كتدخل ليها كدير اوتوريزي لهاد ليكتور كيف ما كتشوفوا معايا، كتعاود ترجع وتورك على لابليكاسيون اللي باغي تانستالي. هذه هي الخدمه ديالها ديال شاومي، يعني ساهله وكل شيء غادي يعرف لي هذا الشيء. تنقولوا الا شي واحد كاين في الدار وتفورماطات ليه التلفازه، تفورماطات يعني اي واحد راه كتفورماط عليه، يعني الدراري ولا كتانستالي لي زابليكاسيون كاملين بحال ما هكا. اما الا خديتيها عندنا راه كتوصلك التلفازه بحال ما هكا، كلشي مانستالي، كلشي مقاد، كلشي مشارجي. فمرحبا بالجميع، راه لي بروموسيون كيف ما كتشوفوا معايا راه كاينين 43 50 55 65 75. تحياتي لكم الاخوان، شكرا للمتابعه ديالكم في الفيديو. اللي وصلت لهنا يخلي شي كومونتير زوين بحالو، تحياتي.